رمضان في قسنطينة راه حاجة ما عندك ما تهضر. رمضان هنا جاري في فرنسا. كاسي كاسي هنا دابا ماناش كاسي. هيا هيا قلب اللوزة يا قلب اللوزة. من نيويورك امريكا الى قسنطينه، اليوم ان شاء الله رايحين نعيشوا معك واحده من ايامات رمضان هنايا في الجزائر. والبدايه تاعنا في الجزائر راح تكون في مدينه قسنطينه او ولايه قسنطينه، من المارشي هنايا تاع وسط البلاد رايحين نعيشوا الاجواء تاع رمضان وكيفاش الناس تاع قسنطينه يعيشوا رمضان. Welcome back to Constantine Shabiba. We flew all the way to Constantine just to show you the real vibes of Ramadan. واش راك الحال؟ لاباس؟ شوف الصفحه ديما يا خويا، ربي يحفظك ان شاء الله. الله يبارك، ربي يحفظك. سيربريز. ربي يحفظك يا سيدي. صحه رمضانك. صحه رمضانك اخويا. قول لي برك كيفاش يجيك الجو تاع رمضان هنا في قسنطينه؟ يسول مليح والله العظيم، يسول ما شاء الله. صافي بليزير يا خويا، ربي يحفظك ان شاء الله. صحه وتوحشناكم يا خويا، رانا هنايا معك، ربي يحفظكم ان شاء الله. ديريكت صافي بليزير والله. على بالكم الحاجه الرائعه هي اننا انا عندي حوالي 8 سنين ما صفتش رمضان بالجزائر. 8 سنين هذا النهار الاول بعد 8 سنوات يا خويا. صافي بليزير، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. بعد 8 سنوات من اللي احنا ندور هذا العام تاعنا الاول، عاود رجعنا للجزائر باش نصيموا هنا رمضان، ولقيناه هنايا في قسنطينه. رايحين نعيشوا اليوم نهار كامل مع واحد العائله قسنطينيه، عارضين نفطروا معاهم، ولكن قبل هذه رايحين نكون، ربي يحفظك، رايحين نتجولوا هنا في السوق هذا ونشوفوا ونديكوفروا الاجواء اللي كاينه هنا في السوق. راك تشوف، شوف ما شاء الله. It's actually the first time we visited this market because usually in Constantine we go to the open market. This is for us, it's new and it's really beautiful. There are really great vibes. Just miss 1.5 hours to iftar and it's amazing. كاسي كاسي هنا دابا ماناش كاسي. ايه الله يرضي عليك. شنو جاتينا خويا غالية غالية. كاتب البداية الناشي هنا يا خويا، الناشي هنا. كاسي كاسي هنا دابا ماناش فالشي يا خيكا. الناشي هنا خويا. And Algeria is different. Marseille was beautiful, but Algeria is something more, you know. Algeria is the original one. ايوه the original. The authentic. البارح كي كنا في مارسي كانت الدعوه تبان باللي شابه. لحق القسنطينه يسقط كل شيء. خلاص هنايا شوف ما شاء الله. سيليكتو كاين، انواع تاع الزيتون، كل شيء كاين. I love the smell of زيتون. رمضان في قسنطينه راهو حاجه ما عندك ما تهضر. الله 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 عليك. سبيسيال سبيسيال. ناس بخيره. مرحبا بك اخويا. اليوم حطتنا الطياره. الله تفطر عندنا اخويا، مرحبا بك. ربي يحفظك. هيا قول لي. خبرتنا الصبر وبك يا خويا. ولا يقول لي واش رايك في رمضان هنا في قسنطينه؟ والله الحمد لله. ويا سقسي الناس رمضان ولا رمضان؟ هذاك اسكت. ربي يحفظك ان شاء الله. الصحة. الحاجة الوحيدة اللي تسمعها هنايا في الأسواق الجزائرية يعني غير على الدخول هي اقعد تفطر. هذه الكلمة الوحيدة اللي يقولها لك، اقعد تفطر، يعرفك كل ما يعرفكش يقول لك اقعد تفطر. على واش؟ لأنه هذه هي عندنا احنا هنا في الجزائر، الناس وكي تعود من خارج الولاية جاي تزور الولاية لازم يعرضك يقول لك اقعد تفطر ولا مرحبا بك ولا راك سيرتوها في رمضان، في رمضان أكثر وأكثر. صح رمضانكم، قول لهم صح رمضانكم. صح مفطورة. الله يغير الأجواء تاع الأسواق الجزائرية سبيسيال، شعب مرمضان راه ما بقاش بزاف الوقت، راه بقات انا عندي 6:30، هي راهي 5:30، هذيك هي الان نخرجوا نروحوا لبلاصه واحده اخرى لانه العائله راهم مجدين لنا الفطور راهم يستناو فينا. انا مصباح نقول له والو والو، اش تركت له هذه ديريكت. انا فراي اسك مي اي سي نو 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 نو، استر ما عجزتش ديريكت. يا ربي يحفظك ويعطيك الصحه، صحه رمضانك، ربي يحفظك. هاي صحه رمضانك جد اخويا، ربي يحفظك عمي حميده. اللهم امين. واليوم رايحين يكونوا معنا اللي رايحين يستقبلونا اللي رايحين يفطرونا ليديا رامس، ربي يحفظهم ان شاء الله. اليوم راكم رايحين تشوفوهم معنا بزاف لانه هما اللي رايحين نفطروا عندهم في الدار مع العائله، رايحين يورونا لي تراديسيون تاع قسنطينه 100%. كملنا الجوله تاعنا في المرشي، الان رانا رايحين نشوفوا نشرو فيها زلابيه ان شاء الله ونروحوا للمنزل. الحاجه الشابه اللي اليوم رايحه تصرا ورايحين نعيشوها هي اننا رايحين نعيشوا اكسبيريونس متكامله تاع عائله قسنطينيه، يحكوا لنا على الاجواء تاع قسنطينه، كيفاش العائله القسنطينيه يحتفلوا برمضان ولا يعيشوا اجواء رمضان، وكذلك نشوفوا الموسيقى تاع قسنطينه. بزاف لي سيربريز، ما عندكم وين تروحوا الشباب. الان جينا نضربوا فيها
إزلابية. الله الله الله. Gonna tell us more about the tradition of Constantine, because usually we come to visit Constantine, but never we came during Ramadan. Oh. So today they will tell us رمضان في الجزائر بالك واحد من الدول ولا في العالم اللي فيها واحد الحلاوة سبيسيال. الشعب في نفس الوقت كامل منرفزين، تلقاهم كامل ناس ملاح، كامل يعرضوك تفطر في الدار، وكامل يقدر يسبك في ذيك اللحظة. ولكن كاين هذاك الفايبس وين تلقى تعرف خلوطة تاع أحاسيس، تلقى الماكلة الماكلة تشري الخيرات، الناس كامل فرحانة، حاجة فريم وروعة، واللي كي تكون في الجزائر برك تحس بيها. Part of this beautiful experience in Constantine is to leave the iftar with the Constantinian family, and I will try to prepare some food following their tradition. Right now we are in the home, and now we are going to move to the kitchen to start preparing what? Burak. روعة. والحاجة الشابة هنا في المنزل راح ناكلو في هذه الغرفة، راح ناكلو في وسط السني ماشي في الطوابل، وهذه واحدة من الأشياء الرائعة اللي تلقاها هنا في الجزائر خاصة. I guess that this is the place where we are gonna having our iftar, and this is very typical. So let's go to the kitchen. Come. It's time to prepare burak. I need to decide how to fill the burak. I like what you did in Barcelona. You are a very bad person. Let's go, Westeray. I'm following what they showed me. I'm doing good. I'm doing good. Yes. Don't laugh about me. It's not bad. Okay. Constantinian burek made by who? Italian. من إيطاليا. أول كومون تري سلاطة، حمص جاري بالفريك، بوراك. عندنا ثلاث أنواع تاع بوراك، عندنا تاع اللحم مرحي، عندنا البطاطا مخلطة باللحم، وعندنا تاع الدجاج. بلا برينسيبال حيكون تخشوخة تطفى قسنطينية بيغمون كوسنتينواز باللحم والدجاج وكربوط حار للنكهة. من بعد عندنا الطبق اللي مشهورة به قسنطينة اللي هو شبح الصفرة مع طاجين لاي. What you are cooking? Jerebi. They explain me that the name of shurba is not shurba. Yes. Jerebi. Finally, I can join Adan from mosque. I don't have to wait anymore. My telephone. الحاجة الوحيدة هي الآن رايحين نصلوا المغرب هنا في الجامع. الجامع قريب على الدار، لهذا كسرنا الصيام في الدار الداخل، والآن رايحين نصلوا في المسجد. روعة، نعمة من عند الله. توحشت صلاتك في رمضان تاع المغرب في المسجد، روعة ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على البلاد، قد قامت الصلاة. الله أكبر.
هذه سياسية. أنا في معقل سياسي. على بالكم ما جمعت مارسي قالوا لي تهلا أنا في سياسي، أنا في معقل سياسي. أخويا الآن كملنا، الآن دخلوا الفطور. اللحظة الحاسمة واللي هي الفطور إن شاء الله. هذه وش يقولوا لها؟ جاري مع فريك. جاري فريك. والله كنت سير باللي البنة دي فيها. بنة سبيسيال وأول مرة نجربها. بسم الله. Oh wow! Is it a Mamma Mia? Wow, it's Mamma Mia. It's Mamma Mia. Wow, it's really good. Actually, I like it more. The taste is more soft, you know, it's not very strong. Okay, then I put the. الحاجة الملحة إنه دي فيها معنى الطاجين حلو اللي نديره. من ديرو بلا من فاسم. هذه يشبه صفاء. هذيك زي. باردامون نديرو لوز سكر ونلموها بالعظام بين نطيبوها في لاصوص تاع سيرو بالسكر ما يتسقلاش ايه نقليوها سا بيان سور في قسنطينة فيها معالم فيها الجسور معالم فيها بمباديس فيها مدينة العلم والعلمة وفيها الموسيقى تاعها راهي ساكري المالوف قسنطيني راهو ساكري في قسنطينه تعدي على ما كانش بيت اللي ما تلقاش فيه صوت محمد طاهر الفرقاني يغني في صوت المالوف لازم في اي بلاصه وهذه نقول لهم حنا في قسنطينه عايشين عندنا في الروح نتاعنا في الدم نتاعنا هذه الموسيقى تاع المالوف والموسيقى الاندلسيه هذه هي حياتنا What we are going to do right now to close this beautiful evening together درك رانا في قصر الثقافه ملك هداد راح نحضروا حفل تاع شمس الدين جباسي وين راح يتعرفوا على الموسيقى الاندلسيه اللي هي المالوف اللي انا في قصر الثقافه نعيطوها وراح يذوقوا شويه من الحلويات التقليديه سبيسيالمون كونستانتين باس ايماجينو انه كامل هذه الطاوله اللي راهم دايرتها هما بريباروها خصيصا لكاس الاست باش يورونا الطابع القسنطيني او الحلويات القسنطينيه هنايا كيفاش يديروها واو ما شاء الله شوف 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 C'est Madame Moussila Bachachi. Je suis artisane dans les gâteaux traditionnels constantinois. This is for you specialist, I don't know anything, me. I'm shocked. نحييكم ونحيي الناس اللي قاعدين معنا ونقول لكم يا ناس قسنطينة نحيي ضيوفنا اليوم معنا ضيوف وعزاز علينا بزاف اللي جاونا وزارونا مرحبا بهم في قسنطينة خويا بالقاسم والزوجة تاعو إستر وهما نشيطين في اليوتيوب واللي عندهم محتوى موضوعي ومهم جدا اللي ديما نتبعوهم ونرحبوا بهم في قسنطينة نقول لهم قسنطينة راهي مدينة مضيافة وترحب بضيوفها دائما نقول لكم هللتم سهلا وقدمتم اهلا في مدينة العلم والعلماء قسنطينة نرحبوا بكم وراكم على رسالة ان شاء الله بيض محرفنا هذه السهرة تاع المألوف الحمد لله لحقنا إلى نهاية فيديو قسنطينة هذا الفيديو كان فيديو رائع لأني حسيت به في البساطة حوايج كانوا مش مورغانيزين كلش فات روعة وكلش فات بسيط على الطريقة اللي عيشوا بها ناس قسنطينة هذه الحاجة الشابة اللي عشناها اليوم واللي فريمو حسينا بها مالغري وصلنا بالطيارة تعبانين من مارسيليا ديركتوم وجينا قسنطينة ميتين بتعب ولكن فات كلش روعة وفي أحسن الأحوال في رواحكم تلقاو في المدينة القادمة As always I say, see you in the next city.